وسط صمت الأمم المتحدة تواصل ميليشيا الحوثي ارتكاب خروقات اتفاق سوكهولم، وهي الخروقات التي يذهب ضحيتها المدنيون في مدينة وارياف الحديدة وتلحق أضراراً بالغة في مساكنهم. لا زالت ميليشيات الحوثي تقصف على منازل المواطنين في مديرية التحيتة بقذائف الهون. فالأنباء الواردة من الحديدة أكدت قيام الحوثيين بشن قصف عنيف على شرق مدينة الصالح مستخدمة الأسلحة الثقيلة. ووفق مصادر عسكرية فإن قذائف الهون استهدفت مواقع ألوية العمالقة. ميليشيا الحوثي قصفت بشكل عشوائي مديرية الدريهمي، وقالت مصادر محلية بأن مناطق في شرق المديرية تعرضت لهجوم عنيف تركز على مواقع القوان التي تتمركز فيها بعض قوات العمالقة، وهو ما أدى لنزوح الكثير من المدنيين. مدينة الدريمي نازحين في وادي النخيلة أو قرية النخيلة، وليس لنا مأوى ولا بيوت، وإنما نازحين في هذا القش الذي هو أمامكم. لا تقتصر انتهاكات الحوثيين على استمرار القصف العشوائي، بل تحصد الألغام التي زرعتها في أكثر من منطقة أرواح الآمنين وتتسبب في جرح آخرين. وأفادت مصادر ميدانية بإصابة طفلين بجروح نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا في الدريهمي. بنظر مراقبين فإن مسلسل الانتهاكات الحوثية تجاه المدنيين سيستمر، وسيظل المدنيون ضحايا تردد التحالف والشرعية في حسم المعركة مع الحوثي سلما أو حربا.